بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا فيديو وصلنا اليوم من المغرب، المغرب الحبيب. والله العظيم أنها شهادات فخر وعز، لا يوجد أعظم منها شهادة في الدنيا. فتيات متخرجات، وما هي شهادة؟ شهادة حفظ القرآن الكريم. يعني طبعا شاهدت الفيديو أول مرة، أشهد الله أني بكيت وأقول الحمد لله ما زال في المسلمين خير، وإن شاء الله في المغرب كل الخير. وأني أدعو لأهل المغرب، أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم بركات من السماء، وأن يجعل الأرزاق تفيض عليهم، وأن يحفظهم ويحفظ بلادهم ويكرمهم ويكرم كل بلاد، تكرم أهل القرآن وتتسابق ويتسابق أبناءها وبناتها في حفظ القرآن، ويتعاهدونه بينهم في هذا الزمن الذي مع الأسف بعض الدول لم تعد تسمح بتحفيظ القرآن إلا بأوامر عليا من وزارة الأوقاف. ولا نريد أن نذكر أسماء الدول، ولكن نقول الحمد لله على كل حال، ولا نريد أن نفسد فرحة أهل المغرب وفرحتنا بهذه. وهذه عينة فقط من مقاطعة، وليس من إقليم وليس من ولاية. وهذه الاحتفالات أعراس، والله العظيم أنه لأعظم عرس وأعظم شهادة، شهادة الفخر، شهادة يعني يفرح بها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم هذه الفتيات، أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجنة، ويكرم أهليهم، ويكرم كل من رعاهم ووقف عليهم. وجزاكم الله كل خير. أترك لكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.